أقامت المدرسة البريطانية بالقاهرة احتفالا بمناسبة مرور 30 عاما على إنشائها. أقيم الاحتفال في منطقة الأهرامات بالجيزة، حيث شكل الأطفال بأنفسهم دائرة السلام حول الهرم الأكبر في دعوة لنبذ الحروب بالعالم. يثبتون بموقفهم أنه لا يوجد على وجه الأرض من يكره السلام، أطفال يمثلون ما يزيد عن 50 دولة يكونون دائرة السلام حول خوفو الهرم الأكبر في حدث هو الأول على مستوى العالم. تمعنا أطفالنا هنا من مختلف الدول ليكونوا دائرة السلام، وذلك لكي نربي جيلا يحب بعضهم البعض ويحب السلام. 52 دولة كلهم لابسين الكوستيومز بتاعتهم، كله لابس اللبس بتاع البلد بتاعته، وعمل سيركل بإيديهم في إيدين بعض حوالين الهرم عشان يقولوا إنه دي رسالة للسلام لكل عالم، إنه ممكن كل الدول دي تعيش مع بعضها في نفس المكان وتعمل دائرة واحدة ويكونوا عايشين مع بعض في سلام وأمان ويكون الحياة جميلة. سبعمائة وخمسون تلميذا وتلميذة من مختلف المراحل الدراسية بالمدرسة البريطانية يختلف استيعابهم عن السلام، ولكنهم هنا يمارسون السلام إيمانا به وبراءة من كل يد آثمة تمتد إلى الطفولة بالسلاح. بنحاول نوري العالم ان احنا مع بعض ومش زي امريكا في الحرب بقى وحوارات زي دي. اتفضل منير محمود. وبنوري يعني ان مصر بقى لها 30 سنه مع اسرائيل في بيس. فرحانين اكتر من اولادنا، يعني فعلا حاسين بيس، حاسين يونيتي، وحده ومحبة وسلام. كلنا قلبنا سعيد جدا وبرعشة كده، يعني الواحد جسمه فيه رعشة حلوة، وأكدت الإحساس اللي احنا بنحسه في مجتمعنا كله. وجوه بريئة تجمعت من مختلف الجنسيات هنا في سفح الهرم يحتفلون بمرور 30 عاما على إنشاء مدرستهم وتغنوا بالحب والسلام. هنا في منطقة الأهرام يثبت التاريخ المصري دعوتنا الحقيقية للسلام رغم كل ما عانيناه من ويلات الحروب، ودائرة السلام حول الهرم الأكبر دعوة الأطفال من مختلف الجنسيات إلى نبذ هذه الحروب التي قد تهدد مستقبلهم. محمد جمال، التلفزيون المصري. استمرارا لاحتفالات الذكرى 90 لثورة 19، أقام قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة ندوة عنوان ثورة 19.